المردوم، مكونها الرئيسي اللحم وسر طعمها الذي لا يقاوم تتبيلها بمختلف البهارات. أكلة شعبية أضافها الشاب غريسي وإخوته كخاصية لمحله أشري وشوي بمدينة وهران. درنا شوية صغيرة على بوك عند هذا السانكون، ولا شوية بشوية بشوية الناس كيما نقولوا لقينا تجاوب من الشعب. وبعدها شريت فور وليت نطيب، كنت نتفرج أنا لفيديو بزاف في اليوتيوب، وقعدت على الشيف بوراك وتراركا السوارة كل شيء. أيوة، من بعد قلت أنا نزيد هذه مردوم، هذه ما كانش هنا في وهران. إحنا ما كناش نخدمه، كانوا أصحاب الشرق معروفين وأصحاب الصحراء وكاع. في وهران حاجة جديدة، إحنا سيتي لي برومي اللي درنا هذه العفسة، والحمد لله لقات إقبال كبير، راهم يجونا من سيكوت الولاية. ما يميز هذا الطبق طهيه بإشعال الحطب داخل حفرة عميقة تحت الأرض قبل إغلاقها بإحكام وتركها تنضج من 3 إلى 4 ساعات. وكليت عنده المردوم ميتو، حاجة شابة، والشوى تاعه تاني حاجة شابة. كلات مردوم ديت للدار أنا، شا غادي نقول لك، الصغار وليت كي ندخل للدار يقول لي جبت لنا اللي قلنا سماوه، اللي قلنا ما سماوهش كاع المردوم. طبق كيما نقولوا طبق اصيل، طيابه ماشي كيما طياب تاع الغاز، سواء بنه سواء كاليتي تاع الطراوه تاعه. ماكله ما شاء الله، تشري اللحم وتوزن، ماناش نجو كل يوم كوتيديان مامي، شويه شويه والله. ماكله ما شاء الله، وانا جيت ضيف غير اليوم نصاحبي، ردنا على المردوم ما شاء الله، ماكله الله يبارك، وان شاء الله نزيد نعاود نوليو. أكلات تقليدية حافظ عليها هذا المحل، فاستهوت زبائنه بالباهية الذين يتوافدون يوميا على المحل المفتوح. أجمع كلهم أنها من أروع وأشهى الأطباق.